هاي جايز، اليوم الفيديو راح يكون عن انه هرسم معاكم. وقبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا نبدا. طبعا هنا في شمس وقمر، سحابه قاعده تمطر، وهنا في سفينه بقى صوره شمس سمك. وهنا في بحار، وهنا في خضروات وفاكهه، وهنا كمان في جمل كده وفي حمار، وهنا بقى في سياره. ودلوقتي اصحابي وهنا في اسمها ايه دي سفينه، وهنا في ميه. اوكي دلوقتي اصحابي تعالوا بينا نلون اهي الالوان. دلوقتي هلون. انا بحب الون وارسم كمان. ان شاء الله المره الجايه يا اصحابي هرسم معاكم. انا هرسم بدون رسمه معاكم. بصوا ولو عجبتكم الرسمة حطوا لايك. زي ما انتم شايفين يا اصحابي خلصت السفينة من تحت الخشب. دلوقتي بقى هرسم اللي بتاع دي، مش عارفة. هبدأ دلوقتي ارسم من فوق هنا والخضروات وكده. احمر امشط دلوقتي بقى لونت العلم لون الأحمر. طبعا أنا عجبتني الرسمة قوي فقلت ألونها معاكم. زي ما انتم شايفين يا اصحابي انا خلصت الرسمة، قربت اخلصها. بس اصعب حاجة هدني فيها وقت السيارة.
أصحابي وصلت عند السمك. ده اللون اللبني اهو، خلصته. دور السيارة او دي لسه، دي لسه القمر والشمس. خلص من الشمس. قمر بيكون لون بالليل، اللونين دول اوكي. فانا هلون الاتنين، صعب. انا حصلي كده يعني، بس بحبة حبة. زي ما انتم شايفين يا اصحابي انا قربت اخلص. لا بلاش دي عشان هيكون فيها وقت كتير. خلص صغير منها حمرة. يعني وكمان ايه اصفر. زي ما انتم شايفين يا اصحابي قربت اخلص. بس لا بس كده خلصنا لسه. ولا شكلها حلو؟ اعملوا لايك واكتبوا لي تحت في التعليقات اوكي، حلو ولا وحش؟ باي كده يا اصحابي، ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وباي، بحبكم.